Hello and welcome back to Apple Park for our first event of 2021. عقدت شركة أبل الحدث الربيعي السنوي لعام 2021، وكان حافلا بالمنتجات الجديدة المثيرة. إليكم أبرز ما أعلنت عنه شركة أبل خلال مؤتمرها. رقم تيفي. بدأت الشركة بالإعلان سريعا عن خدمات جديدة مثل أبل كارد فاميلي، التي تسمح للمستخدم مشاركة بطاقة الائتمان مع أفراد العائلة، وخدمة اشتراكات المدونة الصوتية الخاصة بها المعروفة بالبودكاست، مع تطبيق جديد بتصميم أفضل. بعدها أعلنت الشركة عن إضافة لون جديد لعائلة آيفون 12، وهو اللون البنفسجي، وسيتوفر بدءا من 30 من إبريل القادم. وبعد كلام كثير وتسريبات متواصلة منذ سنوات، كشفت أبل أخيراً عن جهاز التتبع الذكي AirTag، الذي يسمح بالعثور على الأجهزة والأغراض الضائعة مثل المفاتيح. AirTag جاء بشكل دائري صغير وخفيف، مزود بتقنية Ultra Broadband. الجهاز مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67، ويحتوي على مكبر صوت وبطارية قابلة للاستبدال تدوم لحوالي عام من الاستخدام. الجهاز يتصل بتطبيق Find My على أجهزة آيفون 11 و12، ويقوم بإظهار آخر موقع معروف لجهاز التتبع على الخريطة باستخدام حساسات ومستشعرات الهاتف. وإذا كان ضمن نطاق البلوتوث، يمكنك تفعيل رنينه باستخدام الهاتف أو المساعد الصوتي Siri. بالإضافة إلى الجهاز، طرحت الشركة مجموعة من الإكسسوارات والألوان الملائمة. AirTag سيتوفر في 30 من إبريل القادم بسعر 30 دولاراً. أعلنت الشركة أيضاً عن الجيل الثاني من مشغل الميديا التلفزيوني Apple TV 4K. الجيل الجديد يأتي مزوداً بمعالج أكثر قوة، وهو A12 Bionic. هذا يمنح للتلفاز القدرة على تشغيل مقاطع بدقة 4K بتردد 60 إطاراً في الثانية. الشركة أضافت جهاز تحكم جديد، أو ما يعرف بالريموت كنترول، بشكل أكثر أناقة، ويحتوي مميزات جديدة. كما أضافت ميزة ذكية لمعايرة الألوان من خلال استخدام الآيفون. جهاز Apple TV 4K الجديد سيتوفر أيضا في 30 من إبريل القادم بسعر 180 دولارا. منذ فترة كشفت أبل عن معالج أجهزة الكمبيوتر القوي جدا، معالج M1، وأدرجته في أجهزة ماك بوك وماك ميني. اليوم استخدمت الشركة المعالج الجديد مع أجهزة الكمبيوتر iMac الجديدة. الكمبيوتر يتوفر بعدة ألوان مثيرة تلون الجهاز بالكامل، ويأتي بتصميم نحيف، حيث تبلغ سماكته 11.5 ملم فقط. الشاشة مقاسها 24 بوصة من نوع ريتينا ديسبلاي كما تسميها الشركة، ودقتها 4.5K. الجهاز يعمل بشكل أسرع بنسبة 85% عن الجيل السابق حسب كلام الشركة، وكذلك يمنح أداء رسوميات أفضل بنسبة مرتين. سعر الجهاز يبدأ من 1300 دولار، وسيتوفر للطلب المسبق بدءا من 30 من إبريل القادم. نأتي للإعلان الأبرز والأهم. جهاز آيباد برو الجديد، أفضل وأقوى جهاز لوحي أصدرته أبل على الإطلاق، استخدمت فيه شريحة M1 أيضا، وهذا ما يعطي الجهاز قفزة كبيرة في الأداء، يجعله أسرع جهاز من نوعه حسب كلام الشركة. يأتي الآيباد برو بشاشة مقاس 11 إنش أو 12.9 إنش من نوع Liquid Retina XDR. سيدعم الآيباد الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، وكذلك يدعم الثندربولت لتسريع نقل الملفات. تم أيضا تحسين الكاميرا الأمامية بزاوية رؤية واسعة مع ميزة سنتر ستيج، وهي ميزة جديدة تقوم بتحريك الكاميرا بشكل تلقائي ذكي لتحافظ على مكان وجه المستخدم، وتظهر فائدتها خلال إجراء مكالمات الفيديو. يتوفر آيباد برو الجديد للطلب ابتداء من يوم الجمعة 30 من إبريل، ويبدأ من سعر 800 دولار. بالإضافة إلى هذه المنتجات، قالت الشركة إنها ستطلق تحديث iOS 14.5 للآيفون الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى تحديث iPad OS 14.5. هذه التحديثات تأتي متوافقة مع المنتجات الجديدة، وستكشف عن تفاصيلها عند الإعلان الرسمي عنها. كان هذا أبرز ما أعلنت عنه شركة أبل. ما هو أكثر منتج أعجبك؟ اكتب لنا في التعليقات.